ما ياخدش طيب حتى واحد من عشرة. ناخد اسلام فاروق من المغرب. اسلام فاروق، استاذ اسلام فاروق، اهلا بيك، الناقد الرياضي باخبار رياضه، اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن نور، اهلا بيك وعلى مضيف القانون وعلى النادي الاهلي. يعني ماتش غير شريف بالامانه، والاهلي لا يستحق هذه البطوله لو هي بالطريقه دي. يعني قول لي رد فعل النادي الاهلي او رد فعل الجهاز الفني بعد هذه المباراه. والله الفاولة اطلاق الحكم بسام صفوره في نهايه المباراه دفع طبعا اللعيبه والجهاز الفني عليه، بس هو كان في حراسه الشرطه. اللعيبه هجمته جدا على ظلم التحكيم في الماتش، طوال الماتش كان في ظلم تحكيم كبير جدا على النادي الاهلي. بعد الوقت يعني انا الناس مستغربه ان الماتش وقف في الشوط الثاني، هو وقف الماتش عشان الشماريخ والدخان اللي وقف حوالي 5 دقائق، غير الوقت اللي ضاع في الملعب في الاخر. الناس اتفاجئت ان هو 3 دقائق، يعني الناس متعبين معانا المغاربه من في المقصوره كانوا بيتكلموا هم مع نفسهم ان هو 7 8 دقائق، فتكتشف في الاخر ان هو 3 دقائق، والثلاث دقائق اصلا ضاعوا كمان الثلاث دقائق في وقوع لاعب عندهم، يعني ضاع 3 دقائق كمان، حاجه غريبه جدا يعني. فاعتقد ان الحكم كان ليه دخل في ان المباراه تخرج بالطريقه دي. لا ما تعتقدش، ده اكيد جدا مع لعيبه النادي الاهلي. كابتن عبيد كان في قمه الغضب لاول مره اشوفه منفعل جدا على حكم في المباراه. اعتقد ان الاهلي يعني الوداد خد البطوله، بس خدها بطريقه غير شريفه. يعني كابتن حسام بدري في ماتش الذهاب انتخب الحكم الاسيوبي، وفي ماتش الاياب كان متفائل ان ممكن جسامه يعمل حاجه، عشان يعني حتى لو عايز يدخل كاس العالم تحكيم يختاروه ويقف على المستوى في الماتش ده كده، اعتقد ان الكاس عليه علامات استفهام كبيره جدا يا كابتن مين. يعني والله اسلام، انت طبعا كلامك يعني في منتهى الامانه، جماهير المغرب مستغربه من الحكم، واحنا اكيد طبعا مستغربين، واحنا باركنا للوداد وباركنا للاتحاد الافريقي على يعني بذل الكثير من الجهد لاسقاط هذه الكاس وليس لاسقاط النادي الاهلي، لان النادي الاهلي عمره ما يسقط ابدا، والنادي الاهلي زي ما قلت في الاول يعني هيفضل طوبه في زورها. انا بقول لك الاهلي لو البطوله بالطريقه دي بقى هو مش محتاجها. الاهلي ما بياخدش البطولات بالطريقه دي، يعني اعتقد ان الوداد خد البطوله ذهابا وايابا على الاهلي، يعني خد البطوله من الماتش للنهائي ذهاب واياب بظلم تحكيم اسيوبي في الماتش الاولاني وجسامه الماتش ده، يعني الناس كلها كانت شايفه كده، وباعتراف الناس التعبانين المغاربه زي ما قلنا لحضرتك، والناس طبعا كلها طايره، فمعلش عايز دلوقتي الاهلي والجماهير يعني. معلش يعني الحمد لله يا استاذ اسلام فاروق انك تراضي باخبار الرياضه، لو في عندك اي جديد احنا معاك على التليفون. شكرا جدا لحضرتك. بقول لك المغاربه مستغربين يعني. المهم ايه؟ مستغربين ان هو ادى 3 دقايق بس. يعني مستغربين عشان المفروض يدي اكتر يعني؟